انا بالنسبه لي فكره ان انا اروح قطر رايح راجع دي كانت رعب. انا دلوقتي احس ان انا ما اقدرش اعمل كده. كانوا ممكن يسافروا ويطلعوا رحله بس انا ما كانوا يخافوا جدا وكنا خايفين قوي من موضوع النجف ده. الضحك يا رحمه نزلنا وكنت خايفه جدا. بنتكسف وبنخاف وبنحس ايه لا يا لهوي الناس هتقول عليا ايه وانا نازله في الشارع. يا ترى خايفين علينا واحنا بنات لوحدينا ولا مطمنين اكتر ان معناش ونال؟ بقلق طبعا وببقى خايفه وببقى مش عارفه هو هيبص لي ازاي او هيبقى بيتعامل معايا ازاي السواق. يا لهوي على الرعب. انا اصلا حسيت ان مرعوبه كانت الساعه 12 وتلت لان فعلا الشوارع بالليل بتخض. اي جهاز لا اجرؤ ان انا اشتريه لوحدي. احنا زمان ما كانش حد يضايق حد وما كانش حد يجي على حد وكل الناس واخده راحتها. لا دلوقتي ما ينفعش احنا نخاف عليك. طيب شكرا. بشوف انه نتمشى في الشارع دي بقت اصعب حاجه ممكن تحصل لينا دلوقتي في اسكندريه او في اي حته. هتخافي من الناس؟ هخاف. هخاف ان انا ماشيه لوحدي وحد يضايقني وعشان مثلا انا هموت من الرعب بس هبان جدعه قوي عشان يقولوا برافو جدعه. لا مستحيل اجيب الحاجات دي لوحدي. بحس بالامان اكتر لما هو يبقى معايا في الحته دي. ساعات بتخافي انا يعني على عكس روزي انا ساعات بخاف اتفهم غلط من البنات مش من الولاد.